حكايتنا عن كيان أثري من أهم المعالم الدينية في العالم ومن أقدم الآثار القبطية في مصر، واحد من أكتر المحطات الآمنة اللي أخفت العائلة المقدسة عن عيون رجال الدكتاتور الروماني هيرودوس حاكم فلسطين، فاختارتها السيدة مريم العذراء وطفلها السيد المسيح ورفيقهم القديس يوسف النجار. إنها كنيسة القديسين، الكنيسة المعلقة. تم تشييد الكنيسة المعلقة على أعلى بوابة الحصن الروماني المسمى ببابليون، وبناءها كان في أواخر القرن الرابع وأول القرن الخامس الميلادي. هنلاقي الكنيسة وسط جامع ومعبد يهودي. أيوة، الكنيسة المعلقة موجودة على بعد أمتار من جامع عمرو بن العاص ومعبد بن عزرا اليهودي في منطقة بمصر القديمة اسمها مجمع الأديان، لأن بيلتقي فيها الأديان السماوية الثلاث بمنتهى الرقي والجمال على أرض مصر. اتسمت بالكنيسة المعلقة لأن تم بنائها على برجين من أبراج الحصن الروماني المعروف بحصن بابليون على ارتفاع 13 متر من الأرض. الكنيسة مستطيلة الشكل وبتتكون من طابقين مصممين بالطراز الروماني في أجمل صوره. بتتكون الكنيسة من صحن رئيسي وجناحين وبينهم 8 أعمدة على كل جانب، والأعمدة من الرخام في معادة واحد من البازلت الأسود. وفي الجهة الشرقية من الكنيسة هنلاقي 3 هياكل، الأوسط بيحمل اسم القديسة العذراء مريم، والأيمن باسم القديس يوحنا، والأيسر باسم القديس ماري جرجس. أمام الهياكل هنلاقي الأحجابة الخشبية، وأهمهم الحجاب الأوسط اللي بيرجع للقرن الـ12 ميلادياً، ويعلو صوراً بتمثل نبي الله عيسى جالساً على العرش، وعلى يمينه السيدة مريم والملاك جبرائيل، وعلى يساره الملاك ميخائيل ويوحنا. أما الجناح الأيمن من الكنيسة هنلاقي أجزاء من صحف قومية مصرية بترصد أحداث ومشاهد من التاريخ الحديث للكنيسة والأقباط في مصر. ومن الجميل في التاريخ إن عمليات ترميم الكنيسة كانت في عهد خلفاء المسلمين، فأول عملية ترميم للكنيسة المعلقة كانت في القرن 9 الميلادي في عهد هارون الرشيدي، وفي أواخر القرن 10 الميلادي تم ترميمها في عهد العزيز بالله الفاطمي، وفي أوائل القرن 11 ميلادياً أمر المنصوري الظاهر ابن الحاكم بأمر الله بترميمها من جديد. الكنيسة المعلقة هي كيان حي شاهد على أهم العصور والحضارات اللي بتقول للعالم مين هي مصر.